أن الله جل وعلا قد شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات نزداد بها إلى ربي قربا. هذا البدن لا بد أن تطهره وأن تزكيه، ألا وهي زكاة البدن، زكاة الفطر التي يستعد لها أهل الصيام وأهل الإيمان هذه الأيام. كل من أدرك رمضان حيا إنها صدقة الشكر، إنها تتمة للنقص الذي صار في رمضان، إنها شعور بالرحمة. وأنت في رمضان كنت تبحث عند الرحمن للرحمة، صاع من طعام يخرجها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وعن من يعول. جميل أن تضع مع زكاة الفطر صدقة أيضا تطهر بها بدنك وترضي بها ربك،